مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة، أو ليست حياتي وحياتك مثل قصة، معي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق برنامجنا، سواء عن طريق موقع برنامجنا على شبكة الانترنت كما هو موجود العنوان أمام حضراتكم على الشاشة، أو عن طريق خطابات أو السكايب أو الفيسبوك أو بأي طريقة. بشكر بشكل خاص المشاهدين اللي أرسلوا لنا آرائهم وتعليقاتهم على صور فيديو صغير. احنا بنحب نعرف أخباركم وآرائكم وتعليقاتكم وطلباتكم وصلواتكم بنشارككم فيها انتوا هدف البرنامج. احباء المشاهدين، قصتنا النهاردة قصة رائعة بحبها بعنوان نصيحة العذراء. وقصتنا النهاردة نصيحة العذراء قصة رائعة لأنها من الإنجيل، من الكتاب المقدس، ولأنها كمان أول معجزة يصنعها المسيح على الأرض. اشمعنا دي أول معجزة؟ تعالوا مع بعض نقرأ القصة في كلمة الله في الإنجيل، في إنجيل يوحنا أصحاح 2. اقرأ معايا: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام، اسمع نصيحة العذراء، مهما قال لكم افعلوه. وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مطرين أو ثلاثة. قال لهم يسوع: املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم: استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له، شوف المبدأ ده، كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، يبدأ بالحلو ويسكروا بقى يديهم أي حاجة، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل، أول معجزة صنعها المسيح كانت في عرس فرح، وحول المية إلى خمر. طبعا مش خمر بيسكر، بالعكس، خمر فوق المسكورين زي ما انت سمعت القصة، انه دعيت العذراء المطوبة القديسة مريم، راحت دعي المسيح وتلاميذه راحوا. بعدين العذراء المطوبة مريم لاحظت ان الخمر اللي عندهم اللي بيقدموا المشروبات، يعني اللي بيقدموها في الوقت ده، خلصت. راحت للمسيح قالت له: خلي بالك الخمر انتهى. بعدين قالت للناس نصيحة: اللي يقوله لكم يسوع اعملوه، مهما قال لكم اعملوه. وقال المسيح: املأوا الأجران ماء، زي حجارة كده فيها زي براميل من حجارة، يعني كان اليهود يستخدموها في انهم يتطهروا بيها، يغسلوا ايديهم ويغسلوا وشهم. قال الرب: املأوا الأجران ماء. ملأوها، قال لهم استقوا. بدأوا يستقوا، يقدموا للناس بدل ما تبقى مية، قدموا للناس مش خمر، خمر تفرح وتصحصح وتفوق. دي بداية الآيات اللي عملها المسيح. في كلام مهم جدا عن نصيحة العذراء سأستكمله معك بعد أن نستمع ونستمتع بترنيمة فرح مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد.
فرح في فرح على طول بيسوع، فرح وما فيش من تاني دموع، فرح في فرح على طول بيسوع، فرح وما فيش من تاني دموع، فرح وما فيش من تاني دموع، ما فيش دموع كده من تاني، ده يسوع حبيبي اللي شراني، دمه الكريم كان علشاني، ما فيش دموع، ما فيش دموع كده من تاني، ده يسوع حبيبي اللي شراني، دمه الكريم كان علشاني، ما فيش دموع. فرح في فرح على طول بيسوع، فرح وما فيش من تاني دموع، فرح في فرح على طول بيسوع، فرح وما فيش من تاني دموع، فرح وما فيش من تاني دموع، سدد ديوني اللي عليا، حررني من كل خطية، ضامن معاه الأبدية، مفيش دموع، سد الديون اللي عليا، حررني من كل خطية، ضامن معاه الأبدية، مفيش دموع. فرح في فرح على طول بيسوع، هللويا، فرح وما فيش من تاني دموع، فرح وما فيش من تاني دموع، وبصوتي هعلن مش اخبي، ترنيمي ليك انت يا ربي، مفيش دموع. فرح كبير جوا في قلبي، وبصوتي هعلن مش اخبي، ترنيمي ليك انت يا ربي، مفيش دموع. فرح في فرح على طول بيسوع، فرح وما فيش من تاني دموع، فرح في فرح على طول بيسوع، فرح وما فيش من تاني دموع، فرح وما فيش من تاني دموع. آمين. فرح في فرح على طول بيسوع. قصتنا النهاردة من الإنجيل، أول معجزة صنعها المسيح في عرس قانا الجليل، حول الماء إلى خمر. بس عايز أفكرك بحاجة، أول معجزة صنعها أعظم أنبياء العهد القديم موسى النبي، عارف عمل إيه؟ حول الماء إلى دم. دي أول معجزة، ضرب الماء حولها دم. أما أول معجزة صنعها المسيح فحول الماء إلى خمر. شايف الفرق؟ دم إلى خمر. يعني الفكرة إن جاء المسيح ليمتعك بالفرح. فكرة ربنا إن على فكرة الإنسان، عارف مثلا العربيات الفور باي فور اللي هي فور ويل درايف اللي هي رباعية الدفع، اتعملت عشان الحتت العالية كده. أنا وإنت مخلوقين إلهيا عشان نفرح. طول ما إنت فرحان، طول ما حتى صحتك كويسة، الرب يسوع عايزك تبقى فرحان. علشان كده أول معجزة صنعها كانت معجزة فرح، فرح مش سكر، لأنه بالعكس رئيس المتكأ فاق من هذا الخمر اللي صنعه يسوع، مشروب جميل بيفوق ويفرح. أول الكتاب المقدس يبدأ في تكوين ثلاثة بفرح بين آدم وحواء. أول معجزة صنعها المسيح برضو فرح في عرس قانا الجليل. آخر الإنجيل فرح اسمه عشاء عرس الحمل. يعني عايز اقول لك كمان الجواز في فكر الله. ايه رايك في الجواز؟ لا، وانت قاعد جنب مراتك خلي بالك،
وانت ايه رايك في الجواز؟ بصراحه الجواز شيء رائع، فرح، حتى بيقولوا فرح. هتقولي لا لا انت متفائل، انا بكلمك على الجواز فكر ربنا. الجواز فكر ربنا ده حاجه جميله جدا. قال سيد الرب ليس جيد ان يكون ادم وحده، اصنع له معين نصير. في عجاله عايز اشاركك في القصه بثلاث افكار محدده، ركز معايا في وقت محدود جدا. الفكره الاولى نصيحه العذراء، عذراء القديسه مريم. ثم الفكره الثانيه عايز اكلمك املأوا الاجران ماء. والفكرة الثالثة والأخيرة مبادئ الأرض ومبدأ السماء. إيه نصيحة العذراء؟ نصيحة محترمة يا رب أنت وأنا نمشي بيها طول حياتنا. قالت لهم إيه؟ مهما قال لكم فافعلوا، اللي يقول عليه يسوع امشوا وراه. صدقني كل الخير لينا في وصايا المسيح. عايز تفرح، عايز تمتلئ حياتك بأفراح السماء وأفراح الأرض والبركات السماوية والأرضية، اسمع نصيحة العذراء المطوبة مريم. واللي يقوله لك المسيح في الإنجيل اعمله، مهما قال لكم افعلوه. قال المسيح إن أحبني أحد يحفظ كلامي، وأنا أحبه وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. في نفس الأصحاح اللي قال في بيت أبي منازل كثيرة، يعني قال اللي بيحبني هخلي السماء تجيله على الأرض. أنا والآب والروح القدس نكون عنده، الله الواحد المثلث الأقانيم. نصيحة العذراء، أرجوك صلي معايا، قول له ساعدني أسمع نصيحة العذراء ومهما يقول للمسيح أعمله في المكان والزمان. النقطة الثانية عن إملاؤ الأجران ماء، إيه اللي قاله المسيح؟ قال لهم إملاؤ الأجران ماء. الأجران اللي من حجارة دي هي رمز لقلبي وقلبك، واحد. عددهم ستة، ودايماً عدد ستة عدد النقص، عدد سبعة رقم الكمال. فانا وانا مش عارف انت، انا دايما عندي نقص ما يكملهوش غير الرب. مثلا السامريه اتجوزت ست مرات وبعدين تقابلت مع المسيح. بوعز ادى رعوس ست كيلات شعير، مش الموضوع صعب عليك، المهم ان ست رقم النقص يتكملوا بالرب، فهم ست اجران. تاني حاجه مصنوعين من حجاره وهو رمز لقلبي ولقلبك. يقول الكتاب انزع قلب الحجر وأعطيهم قلب لحم. ثلاثة، كانوا موضوعين منذ زمان قدام، يعني وأنا وإنت من غير ربنا ما فيش تجديد. لكن عايز أقول لك حسب تطهير اليهود، تطهير اليهود يعني يغسلوا أيديهم، عايز يقول لك التدين الظاهري ما يقضيش، لكن إملأ الأجران ماء. كل واحد يسع مطرين أو ثلاثة، المطر حوالي 35 لتر، يعني دول غواط قوي. جوايا في فراغ ما يملهوش غير ربنا. أختم كلامي بالنقطة الثالثة، مبادئ الأرض ومبدأ السماء. اسمع رئيس المتكئ قال ايه؟ قال كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ولما يسكروا اديهم متزعلش من الزبالة الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة للنهاية. العالم يضحك عليك، يديك شوية شهوات حلوة في الأول، وأول ما تسكر بيه يديك الدون وياخدك ويزلك. أما المسيح فيبدأ معاك بالحلو ويستمر بالجميل، ثم الأحلى إلى أبد الآبدين. هل تأتي إليه؟ ادعي، دعي يسوع إلى الفرح، ويا بختهم، برك لهم الفرح. قل له تعالى بيتي، صلي معايا دلوقتي، يا رب يسوع تعالى في بيتي، تعالى في قلبي يا رب، تعالى لعيالي يا رب، تعالى اغمرني بأفراح السماء. أتركك وأنت في أفراح السماء إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في القصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. فرح في فرح على طول بيسوع، فرح وما فيش من تاني دموع. فرح في فرح على طول بيسوع، فرح وما فيش من تاني دموع. فرح وما فيش من تاني دموع، مفيش دموع كده من تاني. يعني الفكرة ان جاء المسيح ليمتعك بالفرح. قال اللي بيحبني هخلي السماء تجيله على الارض. كل الخير لينا في وصايا المسيح. اللي يقول عليه يسوع امشي وراه كده من تاني، ده يسوع حبيبي اللي شراني.